الصفقات في النادي الأهلي، وعندنا النهارده انفرادين مهمين ومن العيار الثقيل. الأهلي خلص رسميا في 2 لعيبة من سيراميكا كليوباترا. أنا عارف الفقرة دي بتنتظروها كل أسبوع. الأهلي خلص شادي عيسى وميسي. شادي، معذرة، شادي عيسى، كل الاحترام لشادي عيسى. الأهلي خلص لاعب شادي حسين وميسي مقابل 15 مليون جنيه واثنين لعيبة من 4. يعني سيراميكا كليوباترا بعتوا أسماء 4 لعيبة للنادي الأهلي، عايزين منهم 2 لعيبة و15 مليون جنيه مقابل انتقال شادي حسين وميسي. وفي مكالمة كما وصلني، أو في حديث دار ما بين الكابتن محمود الخطيب والحاج محمد أبو العنين، والحاج محمد أبو العنين طبعا حبيبنا الغالي وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا جروب، سيراميكا كليوباترا جروب، ورئيس نادي سيراميكا كليوباترا، من عشاق الخطيب ومن محبين النادي الأهلي، وكذلك الأمر المحترم صديقنا العزيز طارق أبو العنين المشرف العام على الكرة. يا ترى ايه تفاصيل الصفقة دي؟ خلينا نروح لصالة التحرير، وهناك الزميل المحترم إبراهيم الخطيب مراسل موقع كل الكرة والمسؤول عن ملف النادي الأهلي في موقع كل الكرة. أستاذ إبراهيم الخطيب، سلام عليكم يا أبو خليل. أخبارك يا أستاذ عبد الناصر ومتابعنا في الكرام، ربكم بخير يا رب. تحياتي يا أبو خليل. بص، خلينا نمشي منظمين ونبدأ بانفرادنا وتفاصيله الخاص بشادي حسين وميسي. اتفضل لك الكلمة والتفاصيل. طبعا احنا قلنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن الوجود، اهتمام وجود مفاوضات مكثفة من النادي الاهلي عشان يضم شادي حسين ويضم مصطفى ميسي من نادي سيراميكا كليوباترا. طبعا قلنا برضو ان يعني نادي سيراميكا حابب ان هو ياخد لعيبة من النادي الاهلي. الكابتن احمد سامي كان عينه طبعا على 2 لعيبة، منهم اللي هم كانوا معاه في سموحة، محمد شكري وبيكم، وبالاضافة ان برضو في بعض اللعيبة الاهلي برضو دخلها في الصفقة، بحيث برضو ان هي ممكن برضو يتم يعني يروحوا سيراميكا كليوباترا على سبيل الاعارة، يعني يبقى 2 لعيبة او 3 لعيبة. طبعا زي ما قلنا الاختيار ما بين بيكم زي محمد شكري، في احمد ياسر ريان برضو مطلوب في نادي سيراميكا كليوباترا، بس ازمه احمد ياسر ريان ان يعني احمد ياسر مش عايز يطلع اعاره، يعني احمد ياسر عاوز يمشي بيع نهائي لو هيمشي من النادي الاهلي، فدي طبعا الاهلي عاوز يطلع اعاره، فيعني ممكن يبقى احمد ياسر ريان بعيد شويه، بس هو من ضمن اللعيبه اللي مرشحه. في محمد اشرف الباك الشمال، في صلاح محسن مهاجم الاهلي طبعا اللي هو بقى قريب جدا بسبب تراجع مستواه والمستوى اللي هو ظاهر بيه في الفتره الاخيره، قريب من الخروج من النادي الاهلي. دول بالنسبه للعيبه اللي داخله في الصفقه. بالنسبه للامور الماليه زي ما قلنا برده ان المفاوضات بتتم عن طريق الادارتين، يعني عن طريق الاستاذ محمد ابو العنين وكابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي عارض 15 مليون جنيه. وفي طبعا موافقه من جانب نادي سيراميكا كليوباترا. طبعا العلاقات كويسه ما بين الناديين من ايام صفقه احمد ياسر ريان لما كان موجود من النادي الاهلي نادي سيراميكا، بعد كده نادي سيراميكا تفهم الامر لما جاله عرض من التاي سبور التركي وكان عاوز يطلع قبل نهايه الدوري وتمت الموافقه، ففي علاقات قويه ما بين الناديين. يعني ده بالنسبه للصفقه التبادليه يعني، ويتبقى طبعا موافقه لعيبه الاهلي اللي هي المعروضه ضمن الصفقه زي ما قلناهم الاسماء، وطبعا الكابتن احمد سامي يحدد اللعيبه بشكل نهائي يعني لو عاوزهم او عاوزهم من النادي الاهلي، بعد كده يتم طرح الملف على ال2 لعيبة او 3 لعيبة اللي هيخشوا في الصفقه سواء موافقين او لا. ده بالنسبه لصفقه شادي حسين ومصطفى ميسي من نادي سيراميكا كليوباترا. طيب ده بالنسبه لملف شادي حسين ومصطفى ميسي في صفقه سيراميكا كليوباترا. نؤكد معكم انفراد موقع كل الكوره معانا في كره بلدنا انهم اقترب بقوه للنادي الاهلي مقابل 15 مليون جنيه واثنين لعيبه من اسامي 4 ارسلها نادي سيراميكا كليوباترا بناء على رغبه الكابتن احمد سامي. نروح لملف ثاني على نادي انبي. يا ترى الاهلي خلص مين من انبي؟ وده مهم جدا. استاذ ابراهيم الخطيب معاك الكلمه.
طبعا الفترة اللي فاتت كان في كلام عن مصطفى شلبي والنادي الاهلي وكده، هو ده ابرز لاعب في نادي انبي كان الاهلي طلب. في احمد نادر حواش اللي هو لسه مجدد عقده مع نادي انبي 5 سنين من كام ساعة كده. مصطفى شلبي يعني الاتفاق، خلينا نقول ان النادي الاهلي بيخلص اتفاقيات، لكن توقيع لسه ما تمش التوقيع، بس الاتفاقيات تمت على مصطفى شلبي. طبعا النادي الاهلي ارسل العرض بتاعه 15 مليون، في طبعا لعيبه داخله في الصفقه، في لاعب، في طبعا انبي كان طالب علي لطفي، ده طبعا لسه على حسب هم عايزين يدعموا مركز حراسه المرمى ولا لا، بناء على محمود جاد، محمود جاد هيمشي عشان عنده عرض من ويجن ولا لا، لسه طبعا الامور ما اتضحتش. في طبعا لعيبه برده تبقى داخله من اللعيبه الشباب داخله في الصفقه، ده لسه ما يعني الاتفاقات على اللعيبه اللي هتروح او هتيجي لسه ما اتفقوش عليها. في طبعا كان الايام اللي فاتت كان موقع كل كره برضه كشف ان في احمد نادر حواش طبعا بعد التالق مع منتخب الشباب في كاس العرب كان معروض على او النادي الاهلي كان بيفاوض اللاعب. خلال الساعات اللي فاتت تلقى عرض من احد الانديه الالمانيه في الدوري الممتاز يروح هناك زي فتره معايشه، بعد كده يتم التعاقد معاه. اللاعب يعني بنسبه كبيره شايف ان العرض الاحترافي احسن من الاهلي والزمالك، الزمالك طبعا كان بيدخل معاه، بس يعني اللاعب شايف ان فرصه الاحتراف اكبر يعني، فبالتالي النادي انبي يجدد عقده بحيث لو هو طلع فتره معاشه او اعاره يعني يكون مجدد عقده مع نادي انبي. فلسه طبعا الامور لسه ما خلصتش، لان في مندوبين هيبقوا موجودين من النادي الالماني ده في القاهره خلال الساعات المقبله عشان يحسموا الصفقه ويشوفوا يعني مطالب نادي انبي ايه وازاي الصفقه تتم يعني. ده بالنسبه لنا احمد نادر حواش، لان كان في كلام عليه الفتره اللي فاتت بخصوص النادي الاهلي نادي الزمالك. اللاعب دلوقتي مأجل عروض الاهلي والزمالك، خصوصا هو يعني عرض الاهلي هو اللاعب ميال ليه، بس مأجل العروض بتاعت الاهلي والزمالك لما يشوف العرض الالماني الاول هيحصل فيه ايه. طيب في برضه 4 لعيبه الاهلي فاتح رغبه لضمهم من فيوتشر، شريطة ان فيوتشر يفتح الباب في التفاوض على اي لعيبة من عنده. اخبار لعيب فيوتشر الذي يرغب فيهم النادي الاهلي ايه يا ابراهيم؟ بص يا استاذ عبد الناصر، ابرز يعني هو في كذا لاعب طبعا اتردد، بوبو محمد رضا، بوبو احمد عاطف، احمد رفعت، محمود مرق، تمام. بوبو تحديدا هو طبعا اللاعب طلع النهارده نفى وقال ان مفيش اي توقيع حصل للنادي الاهلي او كده، بس المعلومه اللي موجوده عندنا ان اللاعب ابلغ اداره نادي فيوتشر ان هو عاوز يروح الاهلي، قال لهم انا عاوز اروح الاهلي، بس الاهلي فتح خط تفاوض مع نادي فيوتشر تحديدا يوم السبت اللي فات. حصل تفاوض حوالين اللاعب، هتسيبوه؟ طب احنا ممكن نديكم مثلا لاعب مكانه، ممكن نمدد اعاره بعض اللعيبه، في اصلا مصطفى البدري معار ليهم في العربي بدر، ممكن نمدد بعض الاعارات ديت، ممكن ناخد اعارات ثانيه، تاخدوا اعارات ثانيه وكده. فده الجديد ان هو حصل تفاوض من يوم السبت اللي فات حوالين محمد رضا بوب. من ناحيه احمد عاطف يعني الاهلي مش يعني القبض سواريش زي ما قلنا قبل كده ان هو شايف ان احمد عاطف هو احمد ياسر ريان، مفيش فرق، لكن اللاعب نفس احمد عاطف عاوز يمشي من نادي فيوتشر ويروح النادي الاهلي، لاعب اهلاوي عاوز ياخد تجربه ثانيه خارج النادي، لكن نادي فيوتشر كنادي فيوتشر لسه مش فاتح يعني ما قالش للنادي الاهلي موافقين على بيع لاعب او عايزين لاعب من النادي الاهلي او اعارات ثانيه من النادي الاهلي، ولسه قافلين الموضوع ده. طبعا كان في كلام على كريم نيدفيد ان الاهلي عايز يرجعه، لحد دلوقتي بتاكيدات من نادي فيوتشر تحديدا ان الاهلي لسه ما اتكلمش ان هو يرجع كريم نيدفيد نهائيا لحد اللحظه دي. الاهلي لسه ما طلبش يرجع كريم نيدفيد خالص خالص، ما طلبش خالص ان هو يرجع اللاعب لحد دلوقتي. الاهلي لم يطلب رسميا رجوع كريم نيدفيد، وفي نفس الوقت هذا ما يرغبه الاهلي من فيوتشر، ولكن ما زال فيوتشر قافل كل الابواب عشان افريقيا. بالظبط. هم طبعا عايزين تدعيمات اكتر، ان هم يعني هم في الفتره اللي فاتت كانوا بيفاوضوا علي الفيل من طلائع الجيش، يعني هم وكانوا في مفاوضات مع اللاعب اللي سواريش تقريبا اثنى عليه في ماتش بتروجيت، برضو المدافع اللي كان في بتروجيت ده برضو كانوا هم برضو عايزين يدعموا بيه. في كلام كتير قوي من فيوتشر مع عدد من اللعيبه، فهم عايزين يدعموا المراكز بتاعتهم بشكل قوي، لان هتبقى اول سنه ليهم وعايزين يقدموا فيها
شكل كويس يعني في البطوله الافريقيه اللي هم اللي هم هيشاركوا في الكونفدراليه يعني. فهم قافلين لحد دلوقتي الباب، لكن في رغبه من اللعيبه. وافقت وافقت الاهلي اتكلم مع اللعيبه، الاهلي اتكلم مع فيوتشر صحوار محمد رضا بوبو تحديدا. اللاعب تم الكلام او التفاوض من النادي الاهلي مع نادي فيوتشر يوم السبت اللي فات، عايزين محمد رضا بوبو. ايه المطلوب، ايه الفلوس المطلوبه لو في اعارات من عندنا ليكو او كده، بس لسه فيوتشر لسه ما ردش لحد دلوقتي. بالنسبه لكريم نيدفيد زي ما قلنا، لا كريم نيدفيد لسه الاهلي لحد دلوقتي ما طلبهوش. النقطه طبعا يعني الكلام كريم نيدفيد عشان لاعب معار، فاحنا هنا هنتكلم في ملف يعني في جزئيه في ملف المعارين. ريكاردو سواريز يعني لو كمل كمدير فني للنادي الاهلي في الموسم الجديد، ريكاردو سواريز مش متحمس قوي لاي لاعب معار خارج النادي الاهلي. يعني ريكاردو سواريز مش شايف ان في لاعب من النادي الاهلي يقدر يصنع له الفارق في الموسم الجديد، شايف ان كل اللعيبه المعاره مستواها جيد عادي طبيعي، مفيش لاعب اللي يصنع له الفرق. لكن في طبعا لعيبه شركه الكوره او لجنه التخطيط عايزه ترجعهم، في زي محمد شكري بس طبعا احتمال يخش في صفقه تقديريه، كريم نزبل عايزين يرجعوه. بس ريكاردو سواريز رايه مش اختياراته للمعارين اللي هيعودوا او اللي هيرجعوا، الراجل شايف ان كل المعارين مستواهم واحد وعادي جدا ومفيش لاعب اللي يصنع له اي فرق. تمام. طيب انت دلوقتي طرحت حاجه خليتني اطرح عليك سؤال مهم، قلت سواريز لو استمر. سؤالي هل لديك معلومات ان ممكن سواريز يمشي؟ ريكاردو سواريز عشان يعني المساله جدليه جدا، ريكاردو سواريز يعني الخمس ماتشات اللي جايين او الاربع ماتشات اللي جايين للنادي، الخمس ماتشات اللي جايين للنادي الاهلي في بطوله الدوري، دول مرحله التقييم للمدرب البرتغالي. المدرب البرتغالي تحت التقييم لحد دلوقتي، مفيش اي قرار ببقائه. ان بقى يعني ان استمر في الموسم الجديد فهيكون بناء على التقييم اللي هيتعمل اخر الموسم، مش معناه ان هو اتاخد قرار ببقائه من دلوقتي، لا، ان استمر في الموسم الجديد فده هيبقى بناء على التقييم اللي هيتحط اخر الموسم. لو مشي يبقى برضه هيبقى بناء على التقييم اللي هيتعمل اخر الموسم. المدير الفني ما زال تحت التقييم من شركه الكوره. في ناس في شركه الكوره شايفه ان المدير الفني مش على مستوى النادي الاهلي، وممكن يتم توجيه شكري ليه في اخر الموسم، ان هو اصلا عقده في شهرين شرط جزائي، فمش هتبقى معضله للنادي الاهلي ان هو يمشيه. كمان هو المرتب بتاعه 120,000 يورو في الشهر، فطبعا هو مبلغ مش كبير على النادي الاهلي. فهو اللي هنا الكلام، طب كابتن الكابتن محمود الخطيب هل هيوافق على ان هو يمشي؟ ده بقى اللي فيها كلام بقى ما بين شركه الكوره برئاسه ياسين منصور وكابتن محمود الخطيب. فدي لسه يعني ديت، لكن المدرب ما زال تحت التقييم، ما فيش اي قرار سواء ببقاء المدرب او برحيل، لسه بيقيموا المدرب. يعني ان استمر مش معناه ان هو خلاص كده انا القرار متاخد من قبل نهايه الموسم، لا، ان استمر فالقرار ده هيبقى بناء على تقييم هيتم بعد نهايه الموسم. والخمس ماتشات اللي جايين مع للاهلي في بطوله الدوري بنسبه كبيره هيبقى فيهم تقييم للمدرب، دول هيبقى فيهم تقييم، لان الاهلي ادى للمدير الفني قماشه من اللعيبه الصغيره، اداله المساحه، ما حطوش تحت ضغط، ما طلبوش ان هو يكسب الماتشات عشان مثلا في منافسه على الدوري. النادي الاهلي اعتبر ان خلاص الموسم منتهي، ما فيش دوري، وبالتالي الاهلي حب يشوف المدير الفني هيعمل ايه بالقماشه اللي معاه، بصماته الفنيه هتظهر معاهم ازاي. طبعا يعني الواضح ان لسه ما فيش بصمات للمدير الفني، فبناء عليه في تقييم للمدير الفني مع نهايه الموسم الحالي، تقييم شامل للمدير الفني هيبقى مع نهايه الموسم. طيب برضه قبل ما اختم معاك، قطاع كبير من جمهور الاهلي بيعتبر الصفقات في شنك، هل انت مع ده ولا هناك صفقات سوبر ممكن تظهر في الافق خلال الايام القادمه؟ هو على المستوى المحلي طبعا الدوري المصري فيه لعيبه كتير كويسه او يعني محترمه، بس هل اللعيبه دي هتتوافق مع النادي الاهلي او المطالب اللي تبقى مطلوبه من النادي الاهلي من جماهيره، لو تحقيق البطولات سواء البطوله المحليه طبعا الموسم اللي جاي مش يعني ما فيهوش جدال حوالين ان الاهلي لازم ينافس بقوه على بطوله الدوري، ان هو خسرها اخر نسختين، خسران بطوله افريقيا اخر نسخه، في رغبه في الوصول لكاس العالم ده، هل اللعيبه اللي هتيجي ديت هتصنع الفارق ده ولا لا؟
ما يعني ما نعلم يعني ما يعني ما يدور ان الاهلي بيدعم يعني هيحافظ على بعض اللعيبة الكويسة جدا في القوام اللي موجود حاليا وهيدعمهم بالعناصر اللي هتيجي بحيث انها يعني زي ما بيقولوا كده ايه يعني تشرب المهنة منهم يعني اللعيبة اللي هتيجي ديت هتبقى يعني ايه بتتعلم من اللعيبة اللي موجودة الاساسية اللي عندها خبرات وقوية. الاهلي بيركز تركيزه حاليا على ملف الاجانب 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 اللعيبة المحلية الاهلي مش يعني كل اللعيبة اللي بتسأل او بتتردد اسماء كبيرة بس هل الدوري المصري فيه لعيبة هتحقق طموحات الاهلي؟ مش كلهم او بنسبة كبيرة مش يبقوا هم لكن التركيز هيبقى على اللاعبين الاجانب. ولو هنتكلم عن اللاعبين الاجانب طبعا الايام اللي فاتت كان في كلام كتير جدا عن لوكاس براجا لاعب سانتوس البرازيلي. اللاعب ده طبعا طلع كتير نفي طبعا بناء على الارقام. اللاعب لعب 143 مباراه ساهم في 21 هدف ما بين اسيست وما بين تسجيل اهداف. اللاعب ده يعني رغم النفي اللي تم ان الاهلي تفاوض لا اللاعب ده تم ترشيحه من جانب ريكاردو سواريش. ريكاردو سواريش هو اللي رشحه للاهلي. اداره نادي سانتوس طلعت نفت وقالت ان الاهلي ما تواصلش معانا. ده حقيقي فعلا الاهلي ما تواصلش مع اداره نادي سانتوس. الاهلي تواصل مع وكيل اللاعب قال له هل في رأس هل في امكانيه ان اللاعب يجي عندنا في قاره افريقيا؟ كان رد الوكيل ان في امكانيه واللاعب مرحب وطبعا الراتب كبير مقارنه بسانتوس البرازيلي. لكن الاهلي قدم عرض اولاني 3 مليون دولار بعد كده لما سانتوس رفع العرض ل 4 مليون دولار ومن ساعتها ما فيش اي كلام تاني. لكن موضوع ان الاهلي ما تفاوضش لا الاهلي تفاوض مع اللاعب. في صفقات الاهلي هيبقى تركيزه كله على اللعيبه الاجانب اللعيبه المصريه. في لعيبه يعني مثلا زي محمد رضا بوبو طبعا هيصنع الفارق. في طبعا ابراهيم عادل مش عايزين ننساه من اللعيبه اللي الاهلي بيفاوضها بقوه. في اسامه جلال دي دول ابرز مثلا ممكن تقول ثلاث او اربع لعيبه في الدوري هم اللي هيعملوا لك الفرق مع اللعيبه اللي موجوده حاليا. الباقي هيبقى مش 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 دعم اللي هو الدعم اللي هو يصنع لك الفرق بشكل لحظي او في نفس الموسم لا ممكن ياخد فتره شويه عقبال ما يخش جوه الفرقه ويندمج ويؤدي بالشكل اللي الاهلي عايزه. معلش في حاجة برضو كنا عايزين نقولها بخصوص صفقات ابراهيم عادل واسامة جلال. طبعا ادارة طبعا في تواصل وفي تدخل من الاستاذ ياسين منصور في الصفقة. ده الجديد ان في تدخل مباشر من الاستاذ ياسين منصور في الصفقة. نادي بيراميدز يعني الكلام ممكن نقول الكلام الشبه نهائي طالب في ابراهيم عادل كام؟ ما يقرب من 3.5-4 مليون دولار. النادي الاهلي عرض واقف عند كام؟ عند 2 مليون دولار. فوق اسامه جلال الاهلي عارض ما يقرب من 700-750 الف دولار. بيراميدز عايز 2 مليون دولار. في لعيبه دخلت في الصفقه في لعيبه كبيره ومفاجاه دخلت في الصفقه. يعني حفاظا يعني على المعلومه طبعا احتراما للمصدر يعني بس ممكن نقول على كشف عن اسم من اللعيبه مصطفى شوبير. مصطفى شوبير نادي بيراميدز حاطط عينه على اللاعب ان هو ياخده بيع نهائي. لكن النادي الاهلي متمسك بلاعب حتى لو هطلعه هطلعه على سبيل الاعاره لكن ما طلعهوش بيع نهائي. لكن نادي بيراميدز بنسبه كبيره محتاج يعني طالب مصطفى شوبير ان هو يكون معاه بيع نهائي. لحد دلوقتي لسه الامور متوقفه لكن في مرونه في التفاوض يعني نادي بيراميدز مش نادي بيراميدز عايز مصطفى شوبير بيع نهائي. دي معلومه مهمه يا جماعه. نادي بيراميدز عايز مصطفى شوبير بيع نهائي والاهلي متمسك بمصطفى شوبير. انتوا عارفين الاهلي عايز ابراهيم عادل فطبعا بيطلب لعيبه فدي مفاجاه. ابراهيم بيقولها لنا ان البيراميدز طالب مصطفى شوبير ولكن المفاجاه الاقوى ان طالب مصطفى شوبير بيع نهائي. يعني البيراميدز طالب مصطفى شوبير بيع نهائي. دي المفاجأة يعني انك انت يعني ممكن حتى لو الاهلي هيتكلم في اعارة ولكن انت بيراميدز طالب مصطفى شوبير بيع نهائي. وانت عارف اني ما زال الكلام عن محمد حمدي لاعب حر
وما زال الكلام عن ابراهيم عادل، وكمان الاهلي رد على رغبه بيراميدز في الموضوع بتاع ان هو عايز يعني مصطفى شوبير بيع نهائي، ان هو متمسك بمصطفى شوبير. الاستاذ ابراهيم بيقول اخبار يا جماعه، انت تقتنع بها او لا تقتنع فهذا شأنك، ولكن الراجل بيقول لك ما يدور في الكواليس وما يدور في الغرف المغلقه. يمكن دي جوله كانت مهمه جدا معانا في كل ما يخص ال 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 الصفقات، وزي ما تعودتوا كل تلات بنعملها هنا في كل الكوره مع كوره بلدنا وكل الكوره وموقع كل الكوره مع ابراهيم الخطيب، علشان الناس اللي بتسألنا عن موضوع الصفقات، لأن المعلومات شحيحة جدا وبنحاول نجيب قدر المستطاع. الأجانب، الناس اللي بتسأل صفقات الأجانب في الأهلي، ما زال ليس هناك في الأفق حد واو، كله على باب الله.